مرحبا، معكم الدكتورة رشا التيان، أخصائية التقويم من مركز مالين الاستشاري. اليوم حابة أحكي عن المثبتات اللي بتتركب بعد التقويم. في اليوم اللي بيجي المريض فيه للعيادة وبفك التقويم، هو محتاج يركب مثبتات. عندي نوعين من المثبتات، إما مثبت دائم بيحطه الدكتور للمريض، أو مثبت متحرك. هو نوعين، يا إما قوالب شفافة يا إما مثبت هاولي. لا يغني استخدام المثبت المتحرك عن استخدام المثبت الدائم، ولا يغني استخدام المثبت الدائم عن استخدام المثبت المتحرك. عند انكسار المثبت الدائم، أنا محتاجة إني أستخدم المثبت المتحرك، ألبسه 24 ساعة على مدار اليوم لحين إني أقدر أحجز أقرب موعد عند الطبيب وأصلح المثبت الدائم. بالنسبة للمتحرك، أنا محتاجة إني أغسله بمي وبصابون، وبعد هيك أفرشيه بالفرشاية بالطريقة هاي. بالنسبة للمثبت الدائم، أنا محتاجة إن أنا بعد ما أخلص تفريش أسناني أفرشي المنطقة اللي وراء بهاي الطريقة. تمام، يا رب إني أكون فدتكم، وانتظروني في مواضيع جديدة.